وطننا رفرف العز يلمع في سما قمة الأمجاد دار السعود كلها يا وطننا رفرف العز يلمع في سما قمة الأمجاد دار السعود كلها عشت يا سلمان سقم العدا سلمت يداك العدا من قوة باسك تموت بغلها بالحب والوفاء نجدد بالحب والوفاء نجدد بيعة الولاء على العهد وبكل وفاء نجدد بيعة الولاء السادسة لملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز للسنة السادسة دمت يا ملكنا العظيم نبراسا للحق وقوة للصدق والإيمان بوركت إنجازاتك العظيمة نجدد الوفاء والبيعة والعهد دام عز الوطن العظيم تحت قيادتك الحكيمة اسم الطالب عبد الإله إبراهيم شتيفي المدرسة مدرسة جخير المتوسط في ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مقاليد الحكم تطل علينا هذه الذكرى من نافذة العز والفخر وقد لبست البلاد رداء متجددا من التطور والإنجازات المحلية والإقليمية كيف لا وسلمان الحزم هو من يعتلي عرش أمجادها ويشكل سياستها المتوازنة ويوطد أركانها بفضل حنكته وبعد نظره الطالب محمد عبد الله محسن مشاري مدرسة طارق بن زياد على العهد والوفاء نجدد البيعة السادسة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله ونسأل الله له التوفيق والسداد الطالب حسن سلطان داحي قائد المدرسة يحيى شريف المدرسة الحسينية المتوسطة والثانوية على السمع وعلى الطاعة نبايعكم في كل لحظة وكل ساعة على السمع وعلى الطاعة نبايعكم في كل لحظة وكل ساعة على العهد والوفاء نجدد البيعة والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ونسأل الله لهم التوفيق والسداد للعام السادس على التوالي سنجدد البيعة وسنكتب بالدم من جديد وسنجدد البيعة والوفاء والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى أصيل محمد علي همامي الصف الرابع الابتدائي مدرسة جخير الابتدائية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حين يذكر العز تخطر في أذهاننا وحين نتحدث عن الوقار لا نرى سواك فأنت الملك الذي يسعى بعزه ووقاره لرفعة الوطن عاليا نبايعك على العهد والوفاء نبايعك على الحب والولاء نبايعك على حفظ شرف الوطن نبايعك على حماية الوطن والدفاع عنه في كل مكان وزمان نسأل الله أن يحفظك ويوفقك ويعينك على حمل هم الوطن والسلام عليكم عثمان محمد عثمان ابتدائي صلاح الدين بالرجيع نقف خلف قادتنا ونجدد بيعتنا للخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دام الله بقاء الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجدد ولاء لمليك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على البيعة السادسة وعلى الصفر الذي يتحمل سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود فهد عبد الله الفيفي من مدرسة طارق بن زياد
في الذكرى السادسة للبيعة نجدد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، ونسأل الله أن يدم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان. الطالب عبد الله محمد علي همامي من الصف الثالث متوسط من مدرسة جخيرة الابتدائية والمتوسطة. ينبض بالحب والولاء ستة أعوام من الخير والتراحم والعطاء. نجدد البيع والولاء. الذكرى السادسة ذكرى حزم وعزم، ذكرى خير وعطاء، ذكرى بناء بقيادة حكيمة في وطن مشرق بالحب والوفاء. أنا الطالب عبد الرحمن محمد جرادي، أدرس بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الجمال الابتدائية والمتوسطة.